السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنحل تاسع مساله في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام. فالمساله بتقول لك ايه؟ بتقول لك بايثاغورين ديت معناها يعني فيثاغورسي. تمام. فبيقول لك لو احنا جبنا 3 اعداد فيثاغورسيه، ماشي، فهو طبعا ناتشورال نمبر معناها ان هي اعداد صحيحه، اعداد طبيعيه، تمام، مش كسور يعني. تمام. بحيث ان الاي اكبر من البي اكبر من السي، فالقاعدة بتاعتهم إن هما يكونوا يعني أعداد فيثاغورسية أو أعداد فيثاغورس. إزاي؟ إن هي يكون الـ A تربيع زائد الـ B تربيع بيساوي C تربيع، اللي هو أساسا نظرية فيثاغورس بتاعة المثلث القائم. تمام. فبيقول لك في إيه؟ فهو هنا بيقول لك إن في 3 أعداد فيثاغورسية، تمام، مجموعهم بيساوي 1000. أنا عايزك بقى تجيب لي حاصل ضرب الـ3 أعداد دول. طيب، فأول حاجة طبعا هنعمل إيه؟ هنقول طبعا ان الباي سم ده معناه مجموعهم بيساوي 1000. تمام. وبعد كده يا سيدي، اما انت هنعمل ايه؟ هنقول فور اي ان رينج. طبعا هو قال لك الاي اقل من البي اقل من السي، تمام، وبالتالي مجموعهم اقل من الالف، فلازم ان يكون الاي اصغر واحد فيهم. تمام. وبالتالي لازم يكون الاي يعني تقريبا اصغر من النص كده. تمام. ما هو ليه؟ ما هو لو مثلا ان الاي بيساوي النص والبي لازم يكون اكبر من الاي، تمام، وبالتالي لما اجمع الاي والبي يبقى مجموعهم كده اكبر من المجموع الكلي ذات نفسه. تمام. ما انا كده بجمع النص وبجمع عليه عدد اكبر من النص، تمام، بيبقى مجموعهم اكبر من المجموع ذات نفسه اللي هو الالف. يعني مثلا لو الاي كانت مثلا بتساوي مثلا 500 والبي بتساوي 501، فيبقى كده مجموعهم 1001 اللي هو اكبر من الالف ذات نفسه، وكده غلط. تمام. فبالتالي احنا بنفرض ان الاي عباره عن رقم اقل من النص، احنا مش عارفين ايه الرقم ده، عشان كده احنا عملنا لوب، تمام، عشان نعرف نجيب الرقم ده. تمام. فهنفرض ان هو لازم يكون اقل من النص. تمام. طب والبي؟ البي هيكون بقى من الرينج بتاع مين؟ من الاي زائد واحد لمين؟ لنهايه المجموع اللي هو الالف. تمام. هيكون في الرينج ديت. تمام. طب اي زائد واحد ليه؟ ما هو لازم يكون اكبر من الاي، ما ينفعش يساوي الاي. تمام. لا، فعشان هنا انا زودت واحد لازم يكون اكبر من الاي. تمام. طيب والسي؟ سي واحد وسي اتنين ديت عباره عن المعادلتين الاتنين اللي بجيبهم منهم، بجيب منهم السي. مش احنا قلنا السي هنا ممكن اجيبها من العلاقه ديت اللي هو اي تربيع زائد بي تربيع بيساوي سي تربيع، والسي برضك ممكن اجيبها من العلاقه ديت اللي هو الف ناقص افتح قوس اي زائد البي. فعشان كده انا جبت السي مرتين عشان اتاكد من حاجه بس، فاقول سي واحد بيساوي مين؟ بيساوي المجموع ناقص افتح قوس اي زائد البي اللي هي العلاقه ديت. تمام. وحاجه تاني السي اتنين بيساوي برضك اللي هو الاي تربيع زائد البي تربيع وكله تحت الجذر اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن قص نص. تمام. وبعد كده بقى ايه؟ لو هو طلع ان فعلا ان السي واحد بيساوي السي اتنين، يعني المعادله الاولانيه بتتحقق والمعادله التانيه بتتحقق والاتنين بيساووا بعض، يبقى كده خلاص احنا كده لقينا الحل بتاعنا، لقينا الاي والبي والسي. تمام. وبعد كده اقدر اضربهم في بعض واطلع الناتج. تعالى كده نعمل رن. تمام. فهو دي كده الناتج. تمام. ما خدش حاجه وسريع جدا. تمام. تمام. فممكن مثلا الناس ايه تقول لك إيه؟ طب ليه ليه الفور لوب اللي جوه ديت؟ طب ما انت تمسحها وتخلي فيه فور لوب واحده بس، وهخلي مثلا البي بيساوي مين؟ بيساوي ايه زائد واحد وخلاص. لا، هقول لك في حاجه غلط دلوقتي. الغلط في ايه؟ الغلط ان انت مثلا لما يجي رقم شبه التسعة واتناشر وخمستاشر دولت عبارة عن اعداد فيثاغورس، فلما انت تيجي عند رقم شبه التسعة ده هتيجي تشوف البي بتاعته هتلاقي 10. تمام. طب 9 و10 مش اعداد فيثاغورس، وبالتالي مين؟ بالتالي انت كده سبت التسعة وهتروح بعد كده تخلي الاي بتساوي 10. تمام. فبالتالي انت كده ضيعت الرقم اساسا، ضيعت رقم 9 ده. فانت عشان كده لازم تحسب يعني ايه من اول الرقم اللي هو هتبدا بقى، يعني مثلا لو الرقم A كان 9 فانت تبدا تبحث من اول رقم 10 لحد 36. تمام. في الرينج دي هتلاقي رقم 12 اللي انت عايزه. تمام. فدي الفكره. هو طبعا الحل ده يعني ايه؟ شغال وبيقضي الغرض، بس يعني لو انت جيت جربت مثلا عدد كبير شبه مثلا دي عباره عن 100 مليون 100 مليون حرفيا، يعني 100 مليون. تمام. فلو انت جيت جربت الرقم ده فدي هيهنج لك الجهاز وهيعمل لك مشاكل كتير جدا، عشان هو بيبحث في رقم كبير قوي 100 مليون. تمام. طب ايه الحل بقى؟ احنا ممكن نجيب علاقه ما بين الاي والبي بحيث اقدر يعني ايه اقربهم من بعض، او اقدر يعني اجيب علاقه ما بينهم بحيث توفر عليا الفور لوبس الكتيره ديت. تمام. فدي اللي هنشوفه بقى تحت في الجزء اللي بعده بقى. تمام. فهو القاعده دي طبعا اثبات هنرجع له دلوقتي. تمام.
فالإثبات قال لك إيه؟ لأن إن العلاقة ما بين البي والإيه هي العلاقة دي، تمام؟ هي العلاقة دي، هنشرحها دلوقتي ونشوف إحنا جبناها إزاي، تمام؟ هي نفس الحاجة زي ما هي بالظبط، الهاف اللي هو نص البايثون سام، تمام؟ وكل العلاقات دي زي ما هي، هي مفيش أي تغيير، تمام؟ كل اللي عملناه إن إحنا البي وشلنا الفور لوب اللي هي كانت في النص دي، تمام؟ فلو إحنا جينا عملنا ران للكود ده في ساعتها يعني ما خدش حاجة، تمام؟ تعالى بقى نجرب كده نعمل مين؟ نعمل ران للمية مليون ده، تعالى كده. تمام الحمد لله الجهاز مهنكش، هو خد وقت شوية معقولة يعني، خد شوية كده بس يعني ايه الحمد لله يعني، يعني معقول برضك يعني 100 مليون يا جدعان، تمام. فتعالى بقى نشوف ازاي احنا عملنا الحتة ديت، يعني ازاي جبنا العلاقة ما بين الـ A والـ B، تمام. طيب احنا طبعا عندنا ايه؟ عندنا A تربيع زائد الـ B تربيع بيساوي C تربيع، والـ A زائد الـ B بيساوي 1000، دولت طبعا احنا خدناهم من راس المسألة من فوق، تمام. طيب فيبقى كده عبارة عن يبقى السي عندك بتساوي ايه؟ بتساوي 1000 ناقص A زائد الـ B، مظبوط. طيب بعد كده عوض بقى بالمعادلة دهيت فين؟ في رقم واحد، يعني شيل سي وعوض بالجزء ده، فيبقى A تربيع زائد الـ B تربيع بيساوي 1000 ناقص A زائد الـ B الكل تربيع. طيب بعد كده يبقى فك التربيع ده، فيبقى 1000 تربيع زائد الـ A زائد B الكل تربيع ناقص 2 في 1000 في A زائد الـ B، تمام. طيب بعد كده دهوت انا ممكن اعمله مربع كامل، الجزء ده اهو اللي على الشمال ده عبارة عن ايه؟ هيبقى A زائد الـ B الكل تربيع ناقص 2 AB، تمام. والجزء ده هيبقى زي ما هو مفيش اي تغيير. طبعا هتلاحظ ان هنا في A زائد الـ B الكل تربيع وهنا A زائد الـ B الكل تربيع، فراحوا مع بعض، تمام. بعد كده هخلي الالف في تربيع على لوحدها في طرف، وهودي هي بإشارة مخالفة للطرف التاني، فيبقى عندك 2 في 1000 في A زائد الـ B ناقص 2 AB بيساوي 1000 تربيع، تمام. طبعا انت زمانك دلوقتي زهقان وبتقول لي يا عم ما تفكها، ما تخلي ديت 2000 وتفك ديت تخليها 10 اس 6 والكلام ده كله، لا انا عايز بس اوريك حاجة بس عشان ايه هنفهمها في الاخر، بس انا عايز اعملها قاعدة عام، تمام. طيب فبعد كده هيبقى نقسم المعادلة كلها على 2، اقسم المعادلة كلها على 2، فيبقى 1000 في A زائد الـ B ناقص الـ AB بيساوي 1000 تربيع على 2، تمام. وزع الـ 1000 هنا، يبقى 1000 A زائد 1000 B ناقص AB بيساوي مين؟ بيساوي 1000 تربيع برضك على 2، تمام. جمع بقى، خد في الجزء ده اهو، الجزء ده هو مع بعض اهو، الجزء ده، تمام. خد الـ B مشترك، فيبقى لك مين؟ فيبقى لك 1000 ناقص الـ A، تمام. وفي هنا 1000 زائد الـ 1000 زائد A في B في 1000 ناقص الـ A، تمام. بيساوي مين؟ بيساوي 1000 تربيع على 2. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ بعد كده هقوم جاي انا جاي مودي اللي 1000 A ديت هناك بإشارة مخالفة تاني، تمام. فيبقى عندك الـ B لوحدها في طرف بتساوي مين؟ بتساوي 1000 ناقص الـ، فيبقى عندك الـ B في 1000 ناقص A لوحدها في طرف، تمام، بتساوي 1000 تربيع على 2 ناقص 1000 A. اقسم بقى على 1000 ناقص الـ A، فيبقى كده الـ B لوحدها خالص في طرف ما فيهاش أي حاجة بتساوي إيه؟ بتساوي 1000 تربيع على 2 ناقص 1000 A على 1000 ناقص الـ A. طبعا افرض بقى الـ 1000 ديت عبارة عن مين؟ بتساوي واي، ماشي، والـ واي ده عبارة عن البايسجرام أو فيثاغورس، مجموع الفيثاغورسات بتاعتنا أو الأعداد الفيثاغورسية، تمام. فيبقى الـ B عبارة عن مين؟ عبارة عن الـ واي تربيع على 2 ناقص الـ واي A على الـ واي ناقص A، تمام. لو احنا قسمنا المعادلة كلها على A، لا قسمنا البسط والمقام على A، فيبقى كده عبارة عن واي على A، واي على 2 ناقص الـ A على 1 ناقص A على الـ Y، وهي دي المعادلة اللي أنا عايزها، بس فهي دي المعادلة اللي أنا عايزها. فيبقى كده المعادلة العامة بقى إن هي Y على 2 ناقص A على 1 ناقص A على الـ Y، يعني إيه؟ يعني كده إن أنا ممكن أشيل بس قيمة الـ Y ديت وأعوض بها بأي قيمة، 1000 بقى، 36، 12، أي قيمة، أي قيمة، طالما مجموع القيم، طالما يعني إيه الجمع ده مجموع أعداد فيثاغورسية، تمام؟ فدي هي القاعدة العامة اللي احنا استخدمناها هنا، هي دي. طبعا دي شالت لنا فور لوب ووفرت علينا بحث كتير جدا وحاجات دنيا يعني، تمام. طبعا حاجة مهمة برضك ان انت كل الاعداد اللي عندك تحولها لانتجر، تمام، يعني تخليها انت، عشان طبعا دي فيها اسم والكلام ده كله، فانت خليها انتجر، تمام، عشان احنا قلنا في راس المسألة خالص كان قايل لك ان هو عبارة عن اعداد طبيعية، اعداد طبيعية مش كسور،
فعشان كده لازم تخلي البتاع المعادلة اللي عندك كلها أعداد صحيحة، فحولها الانتجر الأول. تمام. ففي حاجة كمان بقى، يعني طب أنا كده يعني كده خلاص ما مش ممكن إن أنا أحسن الكود أكتر شوية؟ ممكن مثلا نتخيل حاجة أكتر، يعني مثلا إيه، إحنا لازم نبحث لحد نص الجمع، يعني أبحث لحد ما أوصل لنص الجمع. ما ينفعش مثلا أخلي الـ A مثلا تكون أقل شوية، يعني مثلا الـ A مش ممكن أقلها مثلا بحيث تكون الـ A تلت الجمع، ربع الجمع مثلا، في الحدود ديت، يعني مش شرط إن هي تكون نص الجمع ولا دي آخرها يعني. فأنا فضلت أدور يعني وشفت كده، لقيت إن في علاقة فعلا ما بين الـ A والجمع، تمام، ودي العلاقة ودي إثباتها، تمام. فطلع إن الـ A عبارة عن كام؟ عبارة عن الجمع على 3.414، تمام. فهي طلعت ان العلاقه ديت هي ديت العلاقه ما بين الاي والجمع، يبقى بالتالي ان الاي تقريبا تلت الجمع تقريبا يعني كده، تمام، مش نص. فانت متخيل يعني انت لما يبقى عندك مثلا 1000 رقم، احنا قلنا اول حاجه هنبحث في نصهم، فانت كده تبحث في 500 رقم، تمام. وبعد كده قلنا لا ده انت هتبحث في تلتهم، فانت كده هتبحث في 300 رقم، يعني انت قللت كمان وفرت على نفسك 200 خطوه كمان، تمام. شوف بقى لما انت تيجي تبحث مثلا في 100 مليون، 100 مليون ديت لما تيجي تبحث فيها هتبحث في تقريبا 33 مليون، هتبحث هنا في 33 مليون، تمام. انما هناك لما تيجي تبحث هتبحث في 50 مليون رقم، 50 مليون في اللي فوق، انما هنا هتبحث في 33، يا رهيب، تمام. طب القاعدة دي جت منين برضك؟ بص يا سيد، طبعا هي الجزء هنا اتطبق، بس الجزء هنا دي، تمام، الجزء هنا بس اللي احنا طبقناه اهو، هو نفس الكود بكل حاجة، ما فيش اي حاجة تغير، كل اللي انا غيرته الجزء ده هو بس، تمام. طيب ازاي بقى احنا ثبتنا الجزء ده؟ بص، هو مش طبع، مش احنا قلنا ان البي بيساوي واي على 2 ناقص الاي على 1 ناقص اي على الواي، تمام. طيب ما تضرب كده مثلا ايه الطرفين، اضرب الطرفين في 1 على الاي، تمام، فيبقى بي على الاي بيساوي، ضربت البص في 1 على الاي، يبقى واي على 2 اي ناقص 1، والمقام زي ما هو ما تغيرش، 1 ناقص اي على الواي، تمام. طبعا احنا عارفين ان البي لازم يكون اكبر من الاي، تمام، من برضك من راس المسألة ان البي اكبر من الاي، فبالتالي لما اقول بي على الاي يبقى لازم يكون اكبر من الواحد، تمام. وطبعا ما ينفعش اقول اكبر من او بيساوي الواحد، احنا قلنا اكبر منهم، البي اكبر من الاي ما بيساوهوش، تمام. طيب فبالتالي ما فيش علامة يساوي هنا، تمام. فيبقى عندك كده ايه، واي على 2 اي ناقص 1 على 1 ناقص اي على الواي اكبر من الواحد، تمام. فلو احنا جينا ضربنا طرفين في وسطين، فيبقى كده واي على 2 اي ناقص 1 اكبر من 1 ناقص اي على الواي، تمام. لو احنا ضربنا المعادلة كلها في ايه، في واي على اي، هضرب الطرفين في واي على اي، فيبقى كده عبارة عن واي تربيع على 2 اي تربيع ناقص واي على الاي اكبر من واي على الاي ناقص 1، ما هو واي على الاي في اي على الواي طاروا مع بعض فيبقى لك 1، تمام. طيب لو احنا جينا فرضنا ايه، شكلها منعبك شويه، فلو احنا جينا فرضنا ان الواي على الاي عباره عن اكس مثلا يعني، تمام، فيبقى كده ايه، نص اكس تربيع ناقص 2 اكس، ودي طبعا ايه، انا وديت الواي على الاي ديت وديتها باشاره مخالفه هناك، فبقت ناقص 2 اكس، تمام. وبعد كده الواحد وديته باشاره مخالفه هو كمان بقى زائد 1، فيبقى كده المعادلة كلها أكبر من الصفر، تمام؟ لو أنت جبت بالآلة الحاسبة وحليت المعادلة ديت، هيطلع لك إن في قيمتين اتنين للمعادلة، تمام؟ بيخلوا المعادلة ديت بيساوي صفر، إيه؟ 3.414، والقيمة ديت اللي هي نص، تقريبًا نص يعني، تمام؟ طبعًا القيمة ديت مرفوضة، ليه؟ عشان الـ X مينفعش تاخد قيمة نص، ليه؟ عشان الـ X عبارة عن إيه؟ عبارة عن Y على A، وإحنا قلنا الـ Y دي عبارة عن السميشن، يعني القيمة الكبيرة، مجموع الأعداد أساسًا. فما ينفعش ان المجموع يكون اقل من العدد ذات نفسه، تمام، ما ينفعش مجموع الاعداد يكون اقل من اي عدد فيه، فما ينفعش ان الواي على الاي بيساوي نص، كده غلط، تمام. وبالتالي ان دي مرفوضه، عشان طبعا ان الاكس لازم يكون اكبر من الواحد، تمام. يبقى عندك الحل الوحيد ان انت تاخد 3.414، هو ده الحل الوحيد وهو ده الحل المنطقي، تمام. يبقى بكده الواي على الاي لازم تساوي مين، 3.414. طبعا انت هتقول لي المفروض يعني انت بتخليها ايه، هي ولو انت جيت رسمت على يعني ايه على خط الاعداد هتلاقي حاجه شبه كده، تمام. فاحنا لو احنا عايزينها قيمه يعني ايه قيم تحقق لنا المعادله وتدينا قيمه اكبر من الواحد، اكبر من الصفر يعني مش قيمه سالبه،
تمام، فتدينا قيمة أكبر من الصفر، فيبقى يا تاخد 3 بوينت، تاخد أي قيمة أكبر من 3.414. تمام، فاحنا هنفرض إن هي إيه 3.414526، ما هي كده طبعا إن هي إيه، ما هو 3.414422 أكبر من 3.414، تمام فهمني؟ فكأننا يعني إيه زودناه حاجة بسيطة خالص، ويعني ما تدققش أوي في الحتة ديت، يعني إن إحنا عايزين نقرب، يعني عايزين نشوف هي النسبة تقريبا يعني ما بين الـ A والـ Y، ما بين الـ A والـ Summation، يعني الـ A بيساوي قد إيه من المجموع الكلي، تمام؟ فإحنا مش عايزين يعني إيه الحل اللي هو بالظبط يعني بالملي، لأ، إحنا عايزين حاجة تقريبية كده يعني، فهنفترض يعني أو كتقريب يعني إن هو تقريبا 3 وشوية، تمام؟ فهناخد إن هو إيه تقريبا يعني إن هو إيه الحل بتاع المعادلة دي، تمام؟ فعشان هو الحل دي تقريبا هو اللي هيخلي القيمة صفر، هو اللي هيخلي قيمة المعادلة أقل ما يمكن، أقل حاجة، تمام؟ يعني لو إحنا جينا زودناه بطريقة بسيطة خالص هيخلي القيمة أقل ما يمكن، تمام؟ وبالتالي تبقى نسبة الـ Y بالنسبة لـ A أقل ما يمكن، يعني الـ A ما ينفعش تبقى أقل من كده خالص، يعني دي أقل قيمة للـ A، تمام؟ فيبقى الـ Y على الـ A بيساوي 3.414، يبقى الـ A بيساوي إيه؟ بيساوي Y على 3.414. يبقى تقريبا الـ A بيساوي تلت الـ Y مش نصها كمان، شوف بقى يعني احنا قللناها كمان من النص للتلت، تمام؟ فدي المعادلة انا حاولت ان انا ابسطها على قد ما اقدر، فديت لما تيجي تعملها طبعا هتوفر عليك شغل كتير جدا، تمام؟ اهو في ثانية دي طبعا بالنسبة للألف، ولو جيت جربتها على 100 مليون برضك مش هتاخد منك وقت ان شاء الله برضه. في حاجة بس صغيرة كنت عايز اضيفها، هو انا ليه هنا قلت ايه؟ قلت انت السمشن او المجموع على 3.414 زائد 1، ليه يعني ايه دي؟ ليه خدت اللي خليتهم عدد صحيح وبعد كده بعد ضفت عليه 1؟ هقول لك يا سيدي، يعني مثلا اعداد شبه مين؟ شبه 3 و4 و5، تمام؟ ما هو 3 تربيع زائد 4 تربيع بيساوي 5 تربيع اللي هو 25، فدولت اعداد فيثاغورس، تمام؟ طيب لو انت جيت مثلا خدت مجموعهم 12، لو انت جيت قلت 12 على 3.4 هيديك تقريبا 3.5، فلما انت تيجي تحولهم لانتجر الانتجر ده هيديك 3، تمام؟ وطبعا الرينج فانكشن النهايه بتاعتك مش معاك، فبالتالي الثلاثه مش هتخش معاك في الحسبان، تمام؟ فبالتالي كده ايه، انت كده طيرت الثلاثه، كده الثلاثه انت مش هتحسبها، كده انت هتحسب من اول رقم، هتحسب رقم 1 و2، فهو مش هيلاقي حاجه، وبالتالي هيقول لك ما فيش ارقام موجوده في الفتره دي، تمام؟ فالحل هنا ان انت تقول زائد 1 عشان برضك في الحسبان، بحيث لو مثلا طلع الرقم بيساوي فعلا الصم او المجموع على 3، تمام؟ فانت ما تضيعش الرقم ده، فانت قول بس زائد 1 عشان الرينج فانكشن النهايه بتاعتك مش معاك، تمام؟ فدي بس ايه حاجه مهمه بس كنت عايز اوضحها لك بس كده، تمام؟ طبعا المعدات اللي انا قلتها دي كلها والحاجات اللي انا عملتها ديت خدت مني يعني وقت طويل برضك عشان ان انا احلها، اوعى تكون فاكر ان انا مثلا حليتها في قاعده كده كوبايه شاي وخلصتها، لا خدت وقت وكده ودورت ويعني وحاولت ان انا افكر فيها في اكتر من طريقه والكلام ده، فالحاجات دي ما جاتش مره واحده كده، تمام؟ بس فهو خدت يعني ايه مني شويه وقت، واوعى تكون فاكر ان هو الحل ممكن يجي مره واحده، لا هو هيجي على اكتر من مره وهيجي على اكتر من خطوه، فعمرك ما تيأس، ولو انت بتحب الرياضة دي احسن جزء يعني بحبه في الرياضة فعلا، انت تحاول تدور على الحل وتلاقيه، واحسن احساس لما انت تلاقي الحل دي فعلا وكون بمجهودك انت بس. فهو دي يعني ايه دي حل المسألة 9 في بروجكت اويلر، يا رب يكون الحل عجبكم واستفدتوا مني، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناة تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، يلا سلام عليكم.